ولكن مع هذا المكتب المثير راه ما غنغامروش، تواصل مع شي لعاب كيتسنانا حنا نتواصلوا معاه. دابا هو بقى 48 ساعة كيتسنانا حنا نعيطوا له ونقولوا له غدينا اليوم ولا غدا ولا شنو غدير لينا، نورمال غادي يخدمك من انت باقي، هو يجي يقنع الدراري باش يمشي، ماشي يعطيهم ضمانات. انا كنقول لك كعامل فريق قادر ندق بيبان وندي الدراري في احسن ظروف، ما دافع لي حتى شي حد، ونمشيو تما ونربحو ونجيبو انتصار من تما. مي حنا دابا ما استعدينا مزيان، عندنا اصابات ما قدرناش نوفروا لهم، نوفروا لهم ابسط الامور. اكثر من هذه النيه بغيت نديرو معاك، راه واخا نكونوا زعما قمه الغباء ما غاديش تقدرها بينا. هذا القرار اللي خداو الدراري صعيب علينا، راه ما نقول لك راه ما تنتخيلوش، انا دابا ما تنتخيلوش نقول يقدر يجينا شي تليفون ولا يجينا شي هذا وغدا نهزو سيكان نهار الحد ونمشيو نلعبو ونجيبو نقلبو على الانتصار، لان كان نمشيو على نلعبو واش نديرو فورفي ما نمشيوش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في اطار الجدل الذي تعرف مكونات النادي القنيطري لكره السله، وبعد التصريحات الاخيره لرئيس النادي القنيطري لموقع اخبار الفجر المغربيه، نستضيف اللاعب وعميد الفريق النادي القنيطري لكره السله السيد سمير بودرقه واللاعب عثمان حموش. اولا تنشكركم على الاستماته ديالكم والبقاء دائما في المنافسه من اجل بطاقه الصعود الى القسم الوطني الممتاز لكره السله. ماذا يقع للنادي القنيطري او ماذا يجري داخل اسوار النادي القنيطري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكركم على المواكبه المشكل اللي وقع فيه نادي القنيطره لكره السله، كنتو من الاوائل اللي جاوا وحضروا بلي ما كان متخلي عندنا كل شيء. المكتب المسير لان هو النقطه اللي ناقشوها اليوم. المشكل الكبير اللي وقع هو الاخذ والرد ما بين الرئيس على الاستقاله اللي قال واعلن بها، كانت استقاله شفهيه ولكن كانت اكثرها زعما عمليه، ما كانش كيجي هو يحضر لي ماتش ولا شي حاجه. هذا ما كنتفاجئوا في الرد ديالو على 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 التصريحات ديالنا ولا على المطالب ديالنا، تيقول لك بانه ما عمره انقطع وبان الشامبيون كانت مقاطعه هذه شهرين، والشامبيون ما عمره انقطع شهرين يعني تاريخ، بحكم انت كتعرف كره السله، انت كنت كتحضر المقابلات، واش انت انقطعت البطوله في شهرين؟ ما انقطعتش يعني، انقطع ثلاثه الاسابيع باش كنستعدوا للمقابله ديال السد، وهو نقاط هما راه نقاطعوا على الاخبار كان مكتب مثير اكثر من 3 شهور. يعني دابا السؤال الرئيسي اللي نقدروا زعما نوجهوا لرئيس الفريق اخويا نزار، هو تقولوا له هي وقتاش كنترينوا بعد اللعابه ديالك الدراري البنات، حتى رئيس كيف كان في الفرقه تيعرف يقدر ما يحتاجش يعيط لعاب الفريق باش يقول معاش كيترينيو معاه. هو ديك المره الميساج اللي قال من بعد النقط اللي قال، قال لك بان انا اتصلت بالسي سمير قلت له جمع لي الدراري. اول حاجه ما كاينش هذا الهضر، انا كلشي مقيد، كان عام ميساج واتساب معاش كيترينيو في الدراري وفين، يعني ما عرفش هو حتى فين كيترينيو الدراري والتوقيت ديالهم، وهذا امر غريب. ما عرفش الاصابات اللي كاينين في الفرقه الحجم ديالها والخطوره ديالها، يعني هاد المسائل تفاجئنا حنا الرد ديالهم، يعني تفاجئنا عاوتاني المشكل الكبير اللي قال بانه هو الكاتب العام والتريزوري كانوا في المقابله ديال الاخر ديال النادي المكناسي، وحنا كان عندنا بلاغ معروف من الجمهور ديالنا بان هاد المداخل غادي يكونوا يتكلفوا بها اللاعبين، كما كنت شفتي في التيران تكلفوا بها اللاعبين اللي ما كانوش لاعبين بحكم الاصابه، ولاعيبه من نادي القنيطره كانت مكلفه بالحسابات. يعني الكاتب العام اللي هضر عليه هو بان واحد الشخص اللي كان مستقل هذه في الاول العام حضر وصدق عاون، ان كانوا بزاف ديال المشاكل، يعني باش اورغانيزي ماتش وانت لاعب ما يمكنش دير هادشي كامل، هادشي كان ملوح على العاتق ديالي انا في واحد الوقيته، خصني نجمع الجروب، خصني نتريني انا، خصني نشوف شنو خاص في الماتش، لان حتى المدير الرياضي كان بعيد هذيك الفتره، كان بعيد على 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 النادي. كنتفاجئ بالرئيس بانه تيهضر على الروندمون ديال اللعابه، هذاك هو بالنسبه للنقطه اللي خلاتني زعما نضحك شويه، هو تهضر على الروندمون نتايا لايح الفرقه لواحد السيد ولا واحد مجموعه ديال الناس. حنا السيمانه كامله تنترينيو تنديرو كروجو ولا صفحه مع الادمين ديالنا فابور كيخدم معاه، خصني نكون مفكر بهاد القضيه، واحد السيد اللي تا هو تيخدم معانا فابور ديال المجهود كبير، خصنا نتكلفو بالاناره، نتكلفو بالقاعه واش نقيه، بزاف د الحوايج على اللعابه، وعاد الاصابات اللي هو ما عارفهمش وكيهضر على ديك النار على المستوى، وهذوك اللعابه اللي هضر عليهم المستوى راه كانوا احسن مسجل في المقابله، يعني هو كان تينتظر كثر ولا غتنتظر انا اكثر من العام، يعني خصنا نوفر لهم الظروف اللي هي جي دير خدمتك حضر موتيفي بريم ديال واش انت بحكم الناس انت راك ولاد الرياضه، ملي كيكون الماتش ديال البراج راه خصك تكون موجد ليه، راه بحال العرس
راسك تجي وتشوف اللعابه وتموتيفي وتلعب على النقاط الحساسه وتجي وتشوف البريم وتشوف ممكن شحال عادي لولادها موتيفي وتموتيفي انت وانت ما حاضرش وتتفرج في لايف وتهضر هكا على المسائل النقاط نتمنوا نطرقوا لها باش نصحوا المسائل. وكاين النقاط اللي خداهم الرئيس هذه سياسه معروفه عليه هي هذيك السياسه ديال فرق تسود يعني واش نبغي يدير بغي يلعب على الوتر الحساس يقول بان راه سامي راه مخلص واللعابة اللي معاه راه ما مخلصينش وقال واحد النقطه اللي جيو كان ما بغيش ننساها هي ديال الحاله الاجتماعيه معنا دراري الحاله الاجتماعيه ديالو فين تبان ديالي انا علاش ما فكرتيش فيهم قسامير كان عنده عروض قبل ما يرجع لنادي القنيطري سمح فيهم وجا باش يعاون وقلت لك انا من الحوايج اللي طفات بهاد العروض على المسائل هو توفر لي واحد المبلغ مادي في الاول ديال كل شهر بحكم ما بقاش عندي المشروع اللي كنا دايرينه كان عندي المشروع مع في كورونا كان توقف هذاك العام اللي هضر لي عليه تخلصت فيه انا راه لعبت معاه فيه فابور وجيت لقيت المقابله لقيت نادي القنيطره رافع بشهاده بو سليمان خسر خمسة المقابلات وكون جات المقابله غادي 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 يحسب بشكل كبير السقوط ديالو للهوات وتعاونت مع الفرقه انا ما تنقولش عندي عصا سحريه ولكن ربي عطينا واحد الميزه بحكم اللعبه اللي لعب لهاد والثقه ديال هاد الوليدات معايا لان جينيراسيون كامله صغيره ويسر الله وما خديش حتى ما عمري ريكلاميت ليه وكنت نمشي ونتريني ونلعب وما نهضرش ونجر الجروب ويجي كي جا كي ما جاش ما كانش عندنا مشكل انا كنت نتفاجئ على هاد التصريحات ديالو لان كتشوفهم بغى يفرق زعما الجروب في اقرب وقت وهذه هذه سياسه كيتميز بها هو يعني هو تيقول لك انا اكثر من 10 سنين يعني انا كنعرفو مزيان هو تيعرفني مزيان وانا حتى في الحوارات المباشره ديالي معاه تنقول له انا جيني ميشان هو عارف هاد المساله وعندي مسجله يعني في نظر المشكل ديالنا كان مع الرئيس انا في الرد ديالو تفاجات لان ما كانش رد اللي زعما غادي يلقاو به حل بالعكس زاد الامور خسرهم انايا كنكتب مثير كاين اللي قبل منه ما كناش كنشوفوه هو كرئيس الفريق صرح بها والمفاجاه وحنا عندنا الدليل تيقول لينا انا راه ما بغيتش نمشي ندخل المنحه نفرق عليكم قلنا له شوف الله يجزيك بخير هذا الوقت اللي غادي تستنى فيه انت المنحه وحنا المنحه ما عارفينهاش واش موقفينها لان بغي له واحد الميساج واش بسببك ونقول لك دابا اليوم علاش نقولوا بسببك لان بسببك وسبب التجربه الفاشله ديالو لا في الفوت لا في الباسكت يعني اي واحد كتعطيه الاسم ديال الرئيس يعني حتى في النيفو ديال الكومونتير في لاباج راه حيدهم انا ممكن عرفت انت واحد الانسان كتحط واحد المساله وكتبغي النقد البناء ولا النقد اللي غادي سميتو ما غاتحيدش لي كومونتير غاتخليهم الاغلبيه ديال الكومونتير ما كانوش في الصالح ديالو والاغلبيه ديال هاد المسائل اللي كاينين دابا يعني كتعكس عي شنو هو دابا جيتي درتي جوج ديال التصريحات ولا ثلاثه ومشيتي عند بالك راه ما فغيتي راه ما غيمكنش حنا خصنا كما تنقولوا قال واحد النقطه عاوتاني سمح لي طولت في هذه المقدمه قال واحد القضيه هو قال لك بان بالنسبه ليه هو الحب ديال الكاك وهذا خطا كبير الحب ديال الكاك كلشي كيبغي الكاك لا انا كنبغي الكاك بطريقتي عثمان تيبغيها بطريقتي حنا كنبغيو خطر منك انت حنا كنمشيو نهار كنخسروا ما كيبقاش عندنا وجه باش نخسروا باش نخرجوا للزنقه راه المقابله واقيلا راه 4 الصباح انا راه باقي تنبكي راه اللاعب عنده 37 عام عندي تجربه لعبت فرق حققت صعود مع النادي ديالي حققت القاب مع النادي ديالي واخا في القسم الوطني الاول يعني كانت والمجهود اللي درت كان خصني نكون خرج راضي على راسي ولكن ما رضيتش بحكم الجمهور اللي جا المسؤولين الوجوه اللي جاوا والناس اللي دعماتنا ما رضيتش واللي قهرني اكثر بهذه اللغه هذه هو التخلي ديال هذا السيد الرئيس والمكتب ديالو بهذا الضرب على هذا الفرع يعني انت ما مشيتي ما كانت الاستقاله ديالك وحسن النيه ديالك كما بغيتي نصفوا النيه ديالك انت ما مشيتيش في نفس الوقت ما خليتي الناس يجيو يعطيو دفعه على الدراري ويلعبوا على الصوره يعني راه قال على النادي المكناسي اللي جو بونس هذا العام راه قال وصل على ما لسان الرئيس وصل شي 80 مليون وهذا السيد راه كيتشكى ورئيس اللي كنعرفوا حنا كيتقاتل على النادي المكناسي ذكور واناث وكيحماق على شي حاجه سميتها النادي القنيطري وقال لي من الحوايج اللي كنت نطلب زعما ما نجيوش معكم في البوليه انا حتى داك النهار عارف عندنا المشاكل وجاي خايف من الفرقه لان عارف راسو مع المعيلة يعني اخويا نزار الامور واضحه الرئيس ما بالخرجات ديالو ولا بهادشي ما مصلح حتى حاجه ما غتجي لقدام بحكم الثقه بهادشي اللي دار يعني تفقدات حتى التصريح ديالو تيقول لك باننا لا سميتو المبلغ المادي ديال المنحه الا دخل غادي يفرقوا على الناس اللي كيتسالوا هادي ما كانش عنده هادي بتاتا في القاموس ديالو هادي انا دابا اكثر من 4 سنين ورجعت نتعامل مع الناس القدام اللي تيسال شي حاجه بهاد اللغه راه ضربو دراري حنا كاملين تنسالو ذكر بعض الاسماء باش تعاطف معاه
ولكن اسماء اللي مختلفه معايا، انت تختلف معايا وخا رفقي ما تشوفوش، انت صاحبي نقدر نتسناو. يعني هذا التسيير، هذا التسيير العشوائي ما حنا عيينا منه. كان عندي ميساج كرير من اللاعبين البارح بحكم عبيد الفريق، ومشيت نزورهم في التدريب بحكم الاصابه. كان عندهم كاملين هضره واحده، قال لك سي ما بغاش يمشي، احنا ما غنلعبوش معاه. فرقتنا ليها الله في الظرفيه هذه، لان احنا دابا درنا بزاف ديال المسائل باش زعما نلقاو مع حل يمشي في حالاته واحد التسويرتات ويخلي، ولكن طريقة الهضره ديالو تيقول لك انا ما غاديش، ما غيكون ما غي ما 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 غيمشيش. في نفس الوقت هو عندنا ماتش هو مهم نهار الحد، يعني ما كاين لا استعدادات لا والو، ما كاين لا صاليرات لا حتى شي حاجه، لا لي بريم لا والو. يعني انت ما دير حتى شي حاجه وباغي الفرقه نهار الحد تمشي. هذا الاسلوب هذا هو شنو هو الهدف ديالو؟ هو عارف الحب ديال هاد اللعابه اللي كيقول لك هو الحب ديالو للفريق القنيطري قوي، هو تمشي في حالاتك، تمشي بسمعتك مزيانه، وتمشي تخلي واحد الفرصه للدراري فين يصعدوا وفين يتقاتلوا ويصفوا الدهن ديالهم الدين ديالهم. وهذا هو الحب ديالك. ما الحب ديالنا حنا هو كنلعبوا مبلاسيه، كنلعبوا حنا ما واخدين تريال بدون دعم بلا والو، وتلعبوا تنعطيو ما كنبخلوش على النادي ديالنا. انا في التدريب 3 شهور في ديك الشهرين اللي ما عرفت عطى رئيس المكتب المسير ديالو خويا الاطار، هو اننا وصلنا للنيفو ديال التريني، وحنا دابا كنلعبوا لعبه كانت 5 5 وكيكونوا 12 واحد. كنتصنى لونطريمون كيجا كيكون معنا الادمين المصور ديال الفرقه، 3 ديال اللعاب بحكم كلشي حبس. تصور سينيزار الرئيس اللي كيقول لك هو عارف وعلى اطلاع، هذه الغريبه في الامر. هذاك لافونس اللي كيهضر عليه كنت ناخذه، كنت نقسمه مع البنات تقريبا، وهادشي ما خصنيش نقولوا لان يستاهلوا، وكنقسموا بعضياتنا الدراري، ماشي تنقول لك تنجبدوا تنقسموا. يعني متى تجي لونطريمون وتجيب لك شي واحد خصو باش يركب، راه كتجبد منه وتعطيه. يعني ذاك المبلغ اللي دار هو تيقول انا كونطرا لي كونطرا اللي عندي وغادي نحاول نصيفطهم لك باش تشوف، ما بغيتش نبدل النادي القنيطري بمبالغ محترمه. قلت 13000 درهم 15000 درهم، 13000 درهم قسم الوطني الاول و15000 درهم قسم الوطني الممتاز، مع فرقتي تيلعبوا دابا غيلعبوا على 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 البطوله. يعني انا ملي عطيه كلمتي وعطيه وجهي للنادي القنيطري، ما جانيش نسمح في هذه الفرقه في هذه الظرفيه ونمشي. والغريب في الامر اللي هو بغى يشوش على الصوره ديالي، راه تيضيع كيضيع وقته. لان انا كما تنقول هو قال واحد الكلمه ديال الخروج على الاطار، سمير ملي كان تيعاونو وتيعطيه الفلوس على المقابله ديال، راه كان معايا بو سليمان المقابلات الاخرى اللي كنا تنمشيو كنا تنديو فلوس، انا تنشد انا بو سليمان. بو سليمان هو كنحتاب روحو حنا الاب الروحي ديالنا، مكنحتارموش هو شارج ماتيريال ديال الفرقه، كنعتبرو الاب ديالنا كنحتارموه وعندنا فيه الثقه. كنا كناخدو نسيرو الفلوس ديال المقابله انا وياه. تصور انا غادي نلعب وعامل الفريق وعندي دور في التيران وخصني نمشي في لابيت بشحال ونتحاسب انا بو سليمان ونخلص القهوه ونخلص الريستورون عاد ندخل التيران وندخل ونكون من احسن اللاعبين في المقابله. يعني هذيك الساعه ما كانش خارج على الاطار، كنت نسد كاع دوك التقابيل اللي ما كانوش يقدروا يديروا هما. مدرب الفريق الاناث حسنا على البطوله، هو قال واحد الكلمه وقال جبد المدرب الاولاني سي ابراهيم الحروج، كنشكروه لان جمع البنات وداك الشيء. ولكن ملي مشيت انا خديت الفرقه على عاتق، خديت المسؤوليه على عاتق ديالي، راه كنت نتريني يوميا وكانوا البنات تاقوا فيا. والاهم في هذا الشيء كامل في المنظومه هو يتيقوا فيك لي بارون ديالهم. انا كنتعامل مع بنات راه خرجت بهم 4 الصباح، راه مشيت بهم حتى الالف ودا سينيزار، مشيت بهم حتى لوجده، مشيت بهم مع المضيق، خرجتهم نديرهم مع 4 الصباح باش والديني يتيقوا فيك ويعطيوك بناتهم. وراه بنات كيقراو والله ديالهم صغير، وبنات الناس وبنات عائله ما يعطيوهمش لك، ما كانوش عارفين فيك الثقه وعارفين فيك شي حاجه. يعني حتى نهار تكلموا مع الرئيس راه ما تعرفوش شكون الرئيس ديال الفرقه. هادو مسائل كاملين حنا ما تنقولوش، راه حنا كنبغيو فرقتنا وتنديروا شي على فرقتنا، وانا غندافع على فرقتي. مي حاليا بان لنا الحل الوحيد راه سينيزار، هو ما ترميوش الرايه البيضاء، مي غادي نعاودوا الهيكله من جديد الفرقه، غادي نحاولوها طيح تبدا من الزيرو، تبدا من الزيرو. وهو شوف ديك الساعه راه غادي توقف اوتوماتيكمون المكتب ديالو، ونحاولوا كيما نعاودوا نبقاو نفس المجموعه، نعاودوا نصعدوا بها واحد العام 3 سنين ونتمنى يجي شي مكتب اللي يعطي دفعه قويه لهاد الناس. شي ندوزو سي عثمان حموش، بعد فقدان الامل في كرة القدم في فريق لفريق النادي القنيطري لكرة القدم في صعود قسم في القسم الوطني الثاني، واش باقي شي امل في كرة السلة في صعود قسم وطني ممتاز لكرة السلة؟ اخويا نزار الا بقى هذا الرئيس هذا وبقاو هاد المشاكل ما يمكنش نطلع، ما كاينش صعود. الدراري دابا كاملين اللي تنسولو تيقول ما بقاش باغي نلعبو، صافي الدراري حطوا يديهم الارض، مشي الرئيس حنا معاكم، ما مشاش الرئيس راه غنلعب.
فهمتيني؟ انا ما مشيت الرئيس راه ما كاين حتى شي واحد اللي باغي يلعب. انا دابا عندي بلوسور تلعب بها حتى الان بقى ما داوتش حتى مشيت نتريني بها. الدراري راه الدري دابا كاين شي ثلاثه الدراري اللي مبليسين، سمير زكريا حموش مهدي الزعناني، الدراري كاملين مبليسين تيجيو تيتقاتلوا على الفرقه وتيبغيو الفرقه. راه هذا هو الحب ديال الفرقه، ماشي هو انت تبقى في كازا 3 شهور ولا 4 شهور ما تتواصلش مع الدراري ويجي نهار ماتش الو احكا تقعد الدراري نهضر معاهم على ود الماتش، راه ما كايناش هذه. فهمتيني اخي نزار؟ رغم ذلك قدمتوا مقابله كبيره امام النادي المكناسي. وي كانت مقابله الدراري كاملين تقاتلوا، راه الناس اللي جاو تفرجوا كلشي تيقول الدراري تقاتلوا، حتى من الجمهور راه تيشكروا وتيعاودوا. يعني باقي الرجور باقي لنا فين نلعبوا، ولكن مع هذا السيد راه ما قلنا لا. سي عثمان حموش بالاضافه الى السي واللاعب المتالق زكريا حموش داخل صفوف النادي القنيطري، وهو من ابناء المدينه العليا ومن ابناء لاعبين سابقين لنادي القنيطري من ابناء المدينه العليا. وتنشوفوا ان السيد رئيس شكك في ان لافيلوت ماشي هي معقل كره السله بمدينه القنيطره. و سي نزار كما كنشوفوا لافيلوت دابا راه خرجت بزاف ديال اللعابه، منهم سفيان دمحين، منهم جهاد، كاين دراري بزاف ديال اللعابه دابا تيلعبوا في ليكسيلونس، تيلعبوا في الهو نيفو وخرجوا من لافيلوت. وما نساوش حتى الناس ديال المدينه، راه كاين ناس ديال مدينه عبد الحكيم زويت، راه ما كنقولوش راه لافيلوت هي ام ديال الباسكت، ولكن راه كانت تيتلعب فيها الباسكت. ملي كتجيك تلقى لافيلوت هي اللي تتلعب باسكت، اكثر هي الدراري تتلقاو ولاد لافيلوت. حنا كبرنا مع الدراري ولاد لافيلوت، فين ما تمشي فريمي تلقى دراري ولاد لافيلوت، التيران ديال لافيلوت كتلقى غير دراري ولاد لافيلوت تيقصروا بيناتهم، تيزيدوا الدراري عاوتاني ولاد المدينه تيتجمعوا بيناتهم وتيقصروا. راه هذا هو هادشي اللي كاين. وباش نزيد نوضح لهذا المشكل هذا ديال لافيلوت وهي المعقل ديال كره السله، الا جيتي تشوف الملعب البلدي ديال النادي القنيطره لكره القدم فين جا؟ في المدينه. وكان المعقل ديال الباسكت، كنا انا بديت الباسكت انا ولد المدينه، وكنت نجي من الفئات ديال المينيم، كنجي من المدينه خش التيران ديال الباسكت وديال الكاك كاين في سميتو لافيلوت، خرجت لعابه كبار وفريمون معقل ديال سميتو ديال اللعابه. واش من المشكل؟ واش حنا عندنا المشكل فين كاين الباسكت؟ واش في لافيلوت في المدينه؟ واش كاين شي مسير سعادة الرئيس الحالي يقدر يعطي الاضافه اللي كانوا تيعطيو الناس ديال لافيلوت واحد الوقيته؟ لان اخر جينيراسيون سيرات النادي القنيطري كانوا الجيل ديالهم لافيلوت، وكانوا كانوا بزاف ديال العلامات استفهام على هذه المجموعه هذه بانهم كانوا مسيرين وما كيسيروش الفرقه وتيسيروها في لافيلوت وهذا، ولكن راه عشنا معاهم العز. انا بعد ازهر الفترات اللي كنت نقولها للبنات اللي كيلعبوا عندي لا الدراري اللي كيلعبوا معايا دابا، تنقول لهم راه احسن فترات دوزت مع داك المكتب هذا، لكن كيسحبوا واحد الوقيته بان داك المكتب راه ما دايرش الدور ديالو، ما كناش كنطيحوا في هاد المشاكل، ما كناش عندنا عائق مادي، لان كتسمع انت لعاب الا تعطلنا كنا تنتعطلوا شهر. كانوا بعض الناس في المكتب كي بهذا المعنى تنقول لك تيخرجوا تيسعوا على الفرق، ما كيتسناوش المداخل. الا كاين اي رئيس يتسنى المدخول ديال البلديه ولا ديال الجهه تيجي بالسير غنعطيو البو سليمان، حنا تايقين فيه فرق علينا كل واحد كيستاهل. احترامات الاحترام اللي كنحكوا اللي كنكنوه لهاد الراجل ولا الناس اللي كنا عايشين معاهم داكشي ولا الثقه ما عندناش دابا في المكتب مسير الحالي. علاش دري ما بغاش يبقاو يلعبوا؟ علاش دري ولا بغا يمشي؟ حنا كنناقشوا امور ديال مع الرئيس، لان سمعتها ان الاحتكار ديال لافيلوت ولا الاحتكار يعني غادي نخرجوا بحال كنضربوا الشمس بالغربال. لافيلوت لافيلوت خصك تكون بحال الناس، لافيلوت خصك تكون 10 سنين وانت كتسير دابا النادي القنيطري. انجازات كانوا ديال البنات، انا متفق معاك هي هذا وكلشي كيسال، اوتور كيتسال، مولكار تيسال، الشيفور تيسال، اللعاب اللي لعبوا معك في ذاك الوقت تيسالوا، اللعاب اللي معك دابا تيسالوا، وانت تقول انت كتسال وكانوا تيدخلوا مناح. هو الناس ديال لافيلوت راه ما كانش تدخل من الحال اللي كانت تدخل، كانت تدخل من حد 20 مليون، وكنا لاعبين في القسم الممتاز بنات ودراري، وكنا كنلعبوا وكنربحوا فرق كبار، وكانوا هي 10 ديال الفرق يعني الصفوه ديك الساعه كان في قسم الصفوه، وكنا ما كان لي صالير طالعين لي صالير طالعين، كان ابسط الامور متوجده في لونطريمون. حنا الماتش كتوصل الماتش تيقول لك واحد النقطه قالها الرئيس، قال لك بان كان تيصيفط وانت كنتي شرتي ليها كيصيفط الفلوس لبا سليمان باش سليمان باش ما نخرجوش على الاطار. با سليمان شكون شنو الدور ديال الفرقه؟ شارج ماتيريال كيني تيمشي يجيب لاستو تيحافظ عليه تيهز الخاطر الدراري كيتيقوا فيه الدراري وتسيفطو انت الفوق بفلوس وتسيفطو الفلوس ناقصه، واخر مبلغ اداه با سليمان راه باقي تيسالو.
سيد الرئيس منذ 10 سنوات هو في التسيير، شنو اللي خلى من هذه افضل كاس قبل 3 اشهر من هذه اللحظات؟ حنا كنا مع انا باش قال لي واحد فكرتيني بهذا السؤال اخويا نزار وجا في محله سؤال زوين. كان انا عندي اختلاف ديالي قبل ما نمشي من القنيطره، كان مع اختلاف ومني رجعت القنيطره تصالحنا وقلنا احنا المهم ديالنا هو الكاك وتعاوننا. وكان اخر لقاء صحفي ديك الساعه باقي مع المكتب في الوسطاء، لان كان تيقول لك حنا عيينا نجبدوا من ديك المبلغ اللي كنجبدوه ديال كل سيمانه ديال 1000 درهم لواحد ولا 2000 درهم لواحد باش نسيروا فرقه، واخا هي راه ما كايناش ما خصهاش تكون. خصك تنوض تخدم على راسك، تجيب لي سبونسور، تشوف علاش البلديه ما بغاش تعطيك، علاش تشوف الجهه علاش ما بغاش تعطيك، خصك تخدم. ما تستناش حتى السيمانه وصيفط انا 1500 ولا اخر 1500 ولا اخر 1500 ونسيرو ماتش. يعني هادشي اللي كان تيقول لك هو راه عيان من هذيك المبادره، قال لك عييت منها. وحنا كنا تنطلبوا من الناس ديال المدينه بان يعطيوه داك الشيء، ولا بغى يسمح فينا واحد الكلام ديال بان حنا قلنا له المدينه ما بغاش تعاونك حقاش انت، وانا متفق معاه. حتى المدينه ما بغاش تحلوا باب ديال تحلوا لي باب، ولا حتى النيفو ديال 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 التسيير الرياضي راه فاشل، راه ما مشاش بطريقه مرضيه من الفوت، وراه في الباسكيت 10 سنين نفس المشاكل، كلشي كيسال كلشي كلشي. انا تعاونت معاه في الفطر ويكذب عليك كذاب اللي يقول لك سمير ما عاونوش، عاونته وسط تيران برا تيران مع البنات مع الجروب. واخر نقطه اللي ما شارش ليها وقال لك سمير تيخرج على الاطار، لان في المغادور غنرجع للخروج ديال الاطار. المجلس البلدي عطاهم 12 مليون، منين جينا نشوفوا حنا شحال لاعبين، لاعبين 9 شهور 8 شهور، يعني 12 مليون تفرق على لي سالير لي بري ما قداش. قال لك هما كان مكتب 4 السوايع هما في واحد لوطيل هنا في مدينه القنيطره، هما كيقلبوا على الصيغه باش يخلصوا بها الدراري. راه دازت على موسم، راه لعبنا ماتشات البراج وقال احتاطي ليهم، جا الصيف عاد ولا جا الصيف وداز، وتا غنبداو نلعبوا هذا الموسم هذا راه عاد غنتخلصوا في هذاك. جاو قالوا شكون اللي على ما قالوا هم منين وصلت انا لعندهم يقدر يكونوا كينافقوني بديك الوقيته. قال لك اللي يقدر يحل لنا المشكل مع الدراري هو سامر، ها سامر اللي كيخرج على الاطار، ها هي دابا واحد المسؤوليه كبيره غتحطها خير نزار اللي ديال الفلوس. قال لك اسيدي راه ارتئينا فلوس ما قداناش، غنعطيكم غير 4 شهور من 8 شهور وغنحسبوا لك معايا 5 شهور، يعني الشهور الاخرين راه ما غتساليهمش لينا. بقينا تنشوفوا، قلت لهم انا بالنسبه لي واخا موافق ونشوفوا الدراري. قال لك وهادي راه مسؤوليتك انت وعافاك وعاوننا على هاد المساله والدراري تيسمعوا ليك. دابا اللي كيجيهم بنا الدراري كيسمعوا ليا وكنهضرهم، ولا انا مدفوع ودافع معايا الدراري، جاتهم غريبه وراه سمعوا ليا الدراري وعاونوكم انتم الاولين. من 8 شهور حنا لاعبين ولينا واخدين 5 شهور سينيزار ولي بريم باقي ما خديناهمش لدابا، والشهر اللي غنعطيو تعطيونا انتم من 4 شهور. كتبوها لي هكا في ورقه عشوائيا، هذا شحال كياخذ شحال كياخذ، وراه ما قداناش. ورجعت عند الدراري وكانوا باقيين تيتسناوني في لافيروط، وقلت لهم راه كان باسي من حاضر وغنمشي عند الدراري ونقول لهم عافاكم راه المكتب راه 12 مليون راه ما قدراش، راه غتجي 4 شهور وشهر وكاين اللي ما بغاش. وقلنا راه غنبداو العام والمدرب ما بغاش يجي لان قال لك انا كنسال بزاف وما عطاوني حتى شي داكشي. يعني لقينا حل بصعوبه وقنعنا الدراري وعلى حساب ذاك الدرابو ديال الكاك والتضحيات، لان على ما كيقول هو ان الحب ديال الكاك تيختلف، بصح ما تيختلف. حنا ناس كما قال هو الحاله الاجتماعيه ديالنا تقدر تكون ماشي في حاله هو لاباس عليه، ولكن حنا عندنا مبادئ وحنا عندنا قيم وحنا كنعتبروا انا بعدا مبادئ والقيم. سي سمير اللي خلاص لنا فريق النادي القدري حصل المرتبه الاولى في المجموعه ديالو اللي لعب مقابله السد زيرو درهم. زيرو درهم كيما تسمع، يعني ملي تسمع زيرو درهم ملي تنقولوا زيرو درهم ان هاد الناس ما خسروش، خسروا لان كان المستشار ديال كان عطى واحد المبلغ ديال 10 مليون على ما قالوا لنا هما، خديت منه انا واحد المبلغ لان كنت نسالو داخل في داكشي الاجراءات اللي كاينين، وفي نفس الوقت قال لك سيروا به المقابلات. يعني ما كانوش واحد المده ديال 7 ولا 8 الماتشات ما كانوش يخسروا من جيبهم، يعني كانوا كيتسيروا من هذيك من هذاك المبلغ. يعني ملي تقول لي انت والصبر والتضحيه، انا كنقولها بزاف الخرجات الاعلاميه احسن جينيراسيون لعبت معاها ولكن جينيراسيون اخرى، انا ما تنقولكش راه ماشي ولاد الناس ولا ما كانوش كيصبروا، ولكن اكثر جينيراسيون صباره وكتبغي توني ومخليه الفلوس ابار، واخا الظروف ديالهم حنا كاملين الظروف ديالنا زعما ماشي شي حاجه، هما هاد الجينيراسيون اللي لعبت معاهم دابا وكنفتخر اللي لعبت معاهم حتى لاخر نهار. سي سمير خليت دخول الرئيس ذكر بالحق انه يحترمك ويقدرك ولم يفهم تقلبك على مكتب المسير الذي كنت تشيد به قبل شهر، بعبارة أوضح أنك مدفوع.
هذا انا ما تفاجئتش لان كنت نتبع هذا الشيء بعض الاقوال ديال الرئيس كنت انا كنتوقعهم. نشرح لك بعدا هو قال هذه الكلمه بان المدفوع والكلمه الاخطر هو قال ماريونات. الماريونات عندها المفهوم ديالها يعني يشدك اي واحد يلعب به المهم كله كيفاش كيفسرها. هذا بحد ذاته ما نقولوش قله الادب ما غاديش نقولو في هذا الشهر الكريم هذا ولا غنقول له ما كيحترمش راسو. بالنسبه لسمير كيفاش كان مع الكوميتي وكيفاش سمير اول حاجه يقدر انا تنقول والناس كيعرفوني نقدر ندبز مع دارنا على ود الكار عاد خل عاد المكتب المسير بحال هكا بهالظروف بهذا المعنى ديال مكتب مسير ملي كنا كنتعاون معاكم يعني كان سمير مزيان. راه الخطا راه ماشي جاوب هو قال سمير ولا بغى يحصل سمير بان تقلب عليه لا راه هو جاوب وسول راسه. هذاك سمير اللي كان تيدافع عليكم دابا مقلوب عليكم راه التفاهم ماشي هرب من دار العرس. انا ملي غتتصل بيا وغتقول لي سمير بهذه اللغه انا استقلت وما يعاود يعيط لي حتى واحد وانا راه بعيد وانا عييت وفلوس ولادي والكاك دارت لي مشاكل عائليه مع دارنا شخصيه هادشي ماكش باغي نجبدو احتراماتي وهادشي عندي باقي مقيد لان كتعرف ميساجات الواتساب راه كيبقى كلشي مقيد. قال لي انا راه الكاك دارت لي مشاكل مع عائلتي بيرسونيل خايبين وداكشي وانا مرابح مع الكاك وانا تنتحارب وانا 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 في الخرجه ديالي معاهم اللي كنا كمكتب حنا هضرنا على المجلس البلدي ما خرجش باش نشيد بالمكتب. انا قلت واحد اللحظه بان المكتب راه تيتقاتل فري كان تيتقاتل يعني كان تيدير المراسلات وداكشي وكان تيجبد 1500 درهم لواحد اللي هي مساله خاصها تقولها في هذا العصر ديال 2023 راه شي حاجه اللي كتضحك يعني باش غتسير فرقه انت راه كنتي كتنقل المقابلات ديال الفرق في القسم الوطني الممتاز يعني انت كتشوف مثلا الفرق بحال الفتح ولا العرايش ولا طنجه ولا ما تيسيروش بهذه الطريقه هذه. راه كاين مدخول قار وكاين مستشارين وكاين 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 حنا داك التسير العشوائي ساهمنا فيه خطا انا كنعترف به انا ساهم اما انا كما تيقول هو خرج على الاطار انا الحب هو هما كمكتب استغلوا داك الحب ديالي الكبير نادي القناطره ديالي الفرقه ديالي اللي كنعتبرها هي المنزل ديالي وحب هاد الدراري والبنات اللي زرعنا فيهم لان من الحوايج اللي كنا تنعلموا البنات في الدور فملي قلت انا مدرب هي داك النفس وما نخسروش والتوني راه ثقيل وراه هما يقولوا لك شنو كان تيسمعوا مني لا في لونطريمون ولا في يعني كمسؤوليه وعلى العلم حتى حد ما كان واخد ريال يعني ما كنهضروش انا شي حاجه اللي ثقيله والتوني راه ثقيل راه عنده معنى ديالو باش ما نخرجش على الموضوع ديالنا خويا نظام. انا قال لك التقلبات ديال المباني اللي مدفوع انا تحمل نقدر ندفع بشهاده الجميع ولا كان تيهضر على واحد السيد زعما في مدير تقني ولا ما عرفتش كي تيفتاف هذا هذاك المدير التقني حتى هو كردوا له اللومه في الظروف لان مدته هو شهرين ثلاث شهور ما دخلش عندنا حتى القاعه كان مكلف باللوجيستيك في المقابلات يجيب لنا التوني والعداد ديال 24 وتيمشي في حاله بحكم الخدمه ديالو بحكم حتى هو عنده خدمات اخرين لان حتى حنا عطلقنا بها البارح والبارح لمناه من الاسباب اللي خلى الفرقه زعما يكون فيها نسبه الفراغ يعني حتى هو ما كانش كيسول فينا ومن لقيت اللي ما كانش كيسول فينا حتى هو ما كانش باغي يدخل معنا كنكتب بانها يجي واحد النهار يقول مدفوع وها هو طاح في نفس المشكل بانه قالوا عليه هو اللي دافعنا حنا ما دافعنا خي نظار حتى حد الا بغيتو تقارنوا الكلام ديالنا مع الكلام ديالو غتعرف اننا ما دافعنا حتى شي حد. شهرين وحنا دابا بدينا العام كان عندنا حلم كنعيشوه كل نهار وتنفكروا فيه. انا بعدا كنهايه ديال المشوار بقى لي عام ولا عامين على حسب الفيزيك ولا حسب الظروف تنقول كان عندي حلم نطلع مع هاد الوليدات القسم الوطني الممتاز. هو بخروا علينا تبخروا راه ما بخراتوش المدينه راه بخروا هذاك المكتب برئاسه هذاك السيد اللي تيقول لك انا تقلبت عليه. انا ما تقلبتش عليك انا عاونتك اكثر ما تقلبت عليك انا دافعت على فرقتي ولكن توجهي كما تنقولوا عاطيه العافيه ولا عاطيه السخونيه عشان عارف هادو رجال وعارف البنات اللي معايا بنات الناس وعارف المؤطرين اللي ما قدروش يديروا وضربتني النفس كما تضربني في الفوت تضربني في الهوند تضربني في الفولي اي حاجه عندها تتعلق بالكاك بنادي القنيطري غتلقى سمير كيهضر فيها ونعطيك نقطه باش نبين لك بانني هاد الفرقه هادي ماشي اول هاد الخرجه هادي ماشي اول مره. كنا واحد العام ما كانش تخلص الاعتماد ديال نادي القنيطره ودار الطابلو هادي دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين راه يكون كلشي باقي عاقل على هذه المساله هذه. انا جيت الكالوندري ما فيش نادي القنيطره ما عرفناش فين غيلعب يعني اوتوماتيك القنيطره ما كايناش ما غاتلعبش حتى بالهوات. درت تدخلات درت لايفات درت بزاف تصلت فرقه الجامعه بحكم العلاقه اللي كتربطنا به كيحترمني
لعب منتخب سابق في الفئات العمريه وفي نادي القنيطره وبحب بزاف ديال الحوايج بالتجربه ديالي في فرق اخرين كيحترمني. اتصلت بيه الكره سي مصطفى بهذه اللغه الله يجازيه بخير سواء من هذا المنبر سي مصطفى راه ما كاينش في لندن اليوم دير السامي راه ما كاينش وهذا والمكتب ديالكم راه موقف راه ظروف اشرح لي المسائل القانونيه قلت له خليني من القانوني عافاك شي حل راه نتفطاو راه تشني الكاك ما كايناش غنعاودو ازيرو وخصنا ولا نقدروا ما نلعبوش وبحكم دوك اللايفات وتوفيق من عند الله والمغرب كامل تعاطف معنا ورئيس الجامعه اللي كيرجعوا ليه الفضل الكبير بانه تغاضى على شي مسائل ورجعنا في هذا يعني هذا سمير اللي كان راه عاون بس هشام عامر رئيس الفريق رجع وسير في ديك المره اما هو راه ملي سولته وعيط ليا هو قال لي ها هذا الشيء اللي درتيه برافو عليك وكذا اللي كان خصو يديرو هو يدخل يدافع على فرقته راه ما دافعش على فرقته وكلشي باقي عندي مسجل يعني حتى حاجه ما منسيه هذيك الساعه سمير ما كانش كيخرج على الاطار سمير ما كانش مدفوع فدافعوا لا انت لا دافعوا حتى شي واحد اخر ديك الساعه سمير كان مزيان سمير ملي هضر على الحقوق ديال خوتو ديال صحابو بحكم اقدم عنصر في نادي القنيطره دابا ومدرب ديال الفريق النسوي وحاز على البطوله في القسم الوطني الثاني بدون مقابل ليومنا هذا يعني حتى البنات راه حتى البريم ديال لوبجيكتيف اللي درنا ولا ديال الشامبيون بدون خساره راه ما واخدين حتى حاجه مع الدراري راه باقي تمثال هو بغى يستغل هذيك الفلوس اللي كنت واخدها من عنده فواحد الظروف اللي كانت زوجة ديالي مريضه يعني انا انت كتلعب مع واحد الفرقه وساني معاها كونطرا وانت محتاج الفلوس غادي تمشي تسلف من البنكه اتصلت اول واحد اتصل بي هو الرئيس يعني عطاتيني فلوسي وانت باقي تقول حاله اجتماعيه ومعنا دراري حالات اجتماعيه دابا جيت تفرج بهم دابا سيني صار وصلنا دراري انا دابا تيقلت لك والله العظيم الا الحبيبوش دراري كيقول لك في الميساج عندنا جروب وخاصه من بالله من سالي اللي غادي ندير لك هذا السكرين وغنصيفطو لك باش تقراها باش تاكد ماشي على شي حاجه ما تيقول لك راه بغيت نجي تاني وراه ما عنديش ولا عندي لالي وما عنديش الروتور 2023 والنادي قونيطير فريق كبير وكانوا تيتعطاو منحات كبار والرئيس كيقول لك تيسير مكتب سيسير تيقول لك حنا ما غبناش ونرجع لواحد النقطه باش ما ننساهاش امين المال كانت فيه اتصال هاتفي في ذاك النهار مع الزوجه ديالي وقالت له سي فلان اجي باش تحضر قانونيا ولكن راه ما غاديش حنا عندنا قرار اجي قال لها ما نقدرش نجي الا كان شي كذب والعلم لله الاتصال قال لي انا راه ما نقدرش نجي لان انا ثلاث شهور وانا ما شفتش دراري ونهار اللي كاينه الفلوس نجي نوقف بهذا المبلغ الا كان السيد راه حاج وراجل كبير ما قبل الوالد ديالي الا كان غيكذب عاوتاني راه في هذا الشهر راه المهم كنكذبوا على الحي ما تكذبوش كنكذبوا على الميت ما تكذبوش على الحي يعني هاد الحيتيه تاع سي نزار يعطيوك بان حنا التضحيه اللي درنا وما جيناش بغينا نحبسوا لان هو واخدنا واخد علينا فكره باننا حنا باغيين نديروا الفورفي على ودي فلوسنا كنا نديروا في الاول العام كنا نديروا العام اللي فات والعام اللي فات والاول العام اللي فات ماشي حتى هذا العام هذا العام بخر لينا حلم كنا كنحلموه يعني ملي تبخر هذا الحلم اخويا نزار واخا هو ممكن ومشروع ولكن كتشوف ما كاينش معاه وباقي يشد ليا نطلق ليك وباقي باغي يزيد وباقي تيهضر باللغه ديال بانه هو غادي لا شد الفلوس كاع غيعطي الناس اللي كانوا تيسالوا هادو الناس كاع ما كانش يفكر فيهم وما تنظرش واش عنده قالتها لا سيتياسيون ديال هاد الناس اللي كتسال باقا مقيله وعاد قال لك ملي غيعطي لذوك الناس القدام غيجلس مع هاد المكتب اللي يجي جديد ويقول له شنو كتسال كتسال كنتي تاخذ منحه كل عام كنتي كتقول بانك طوموبيلتك بعتي على الكاط وهادي راه غتقولها الوقيله الولد اللي عنده دابا 9 سنين كبر معايا دابا في الكار كيبقى يضحك كنتي غادي في الطريق تبلوكات لك طوموبيل تكولات بعتي على فيراي بعتي على وديت الكراك كتبتي شي حاجه بانك انت عندك شي دين انا يعني حنا تنطالبوا من هذا المنبر هذا تنطالبوا حنا دابا حنا الكاك راه غادي تهبط القسم الوطني بغاو نتمنوا ما يكون شي حل ولكن نتمنوا المحاسبه دابا ولينا تنطلبوا دابا بالمحاسبه لهذا المكتب لهذا الرئيس ولا كيسال شي حاجه نعطيوها ليه وهاد المنحه اللي جايه تاهي نسمعوا فيها كامله ونبوسوا راسنا نعتبر نزيد المنحه ديال العام ديال كورونا اللي واخد 40 مليون ما كان لا لعب لا والو المنحه اللي كان ما كانش اللعب ما كانش القسم كانت كنخدم المنحه ونقولوا هاد نكون صفاو نيتنا سينيزار ونقولوا خلص بها الكريدي يعني ما يكونش كيسال واش دابا شي حاجه ولا شي حد فينا كيسال راه مبلغ كبير حنا هادشي اللي سامعين واللي عارفين وانا حاولت نوضح الماكسيموم الهضره ديالو مع الهضره ديالي اللي يكون الجمهور ولا الناس الاختيار علاش لان انا ملي تنوض ندافع على فرقتي انا باقي تنلعب يعني ما عنديش هدف في المنصب ولا هدف الشهره ولا هدف شي حاجه عندي هدف مرض واحد
هو البغيه للنادي القنيطري والكره السله ولاد الوليدات اللي انا عايش معاهم اخويا نيفا. الرياضه في مدينه قنيطره هل هي ازمه مسير؟ ازمه مسير بامتياز في جميع فروع الكره، في جميع الفروع. شوف مع احتراماتي لبعض الرؤساء اللي كيناضلوا واللي كيتحاربوا، لان ولا الدومين وداك الشيء نقدروا نشوفوا، نقدروا نقولوا في الهوند مثلا الرئيس الشاب، وفي الفولي كاين واحد الدري شاب هو كان لاعب سابق حتى هو كيخبط كيجر راسو اللي هو بدر الملاح وسيراد. هادو دراري اللي كنعرفهم انا، هادو جينيراسيون كبر مني بشي شويه، وانا تفرجت فيهم كانوا لعابه كبار، كانوا لعابه هما واقع عليهم اللي واقع عليا كيموت على الفرقه تيتحاربوا عليها، وهما دابا شادين الرئاسه هما كيتحاربوا وهما ما كيمكنش. ما كيما قلت لك باسكت فوت، نبداو بالفوت واللغه والرياضه الام والرياضه الشعبيه، الباسكت والهوند والفولي وجميع الرياضات ازمه مسير بامتياز، لانك تشوف مدن صغيره ومدن ما عندهاش الارقام اللي عند قنيطره، وما عندهاش حتى المكان الاستراتيجي اللي كاين في سميتو، وزعما مرتاحين ماديا ومعنويا لان عندهم مسيرين كيحطوا اخر كوميتي اللي كنت كنتفرج فيهم دابا انا وكن كتشدني الغيره هو المكتب ديال المغرب الفاسي لكره السله. تصور انت مكتب كله شاب مع الحضور ديالهم قدروا يوصلوا ل 10 ديال المستشارين ما كملش حتى شهرين، وانت 10 سنين ما درناش حتى كسكسو داري هنا ولا شي حاجه ولا شي مستشير، ما درنا فلفله حمراء ولا من المراسي بالسفلى دابا تيلعبوا على المرتبه الاولى من البطوله. يعني باش تعرف انت التغيير تيكون ماديا ومعنويا، لما تلقى الناس دايرين بك تيفهموا اللعبه وواقفين عليك، وحنا كنمشيو كنا تنتعرضوا لظلم في التيرانات، ما كان معنا حتى واحد، حتى اللي غيخلص فلوس الريزيرف ما كاينش. واش مدينه اسمعي قاطعك، واش مدينه مثل مدينه القنيطره تفتقد الى مسيرين اكفاء؟ ما كنظنش انا كتفتقر للمسيرين الاكفاء، لان غنظلموا الناس اللي كانوا سيروا اللي باقيين عايشين، غنظلموهم. كنفتقروا اللي غيحاسب هذا النوع من المسيرين، اللي غيقول له حط سوارت وسير في حالك، واللي غيقول لذاك المسير اللي انت في المستوى غنجي وغندعمك. لان كنا تنشوفوا في واحد الوقت واحد الناس تحاربوا بواحد الطريقه خايبه بزاف، ومن موراهم فوتك على العصا، راه كلشي غيعرفني على ما كنهضر، لان انا داك الشخص كنت تعاملت معاه واحد الفتره بلي ديفو ديالو، ما كاينش شي واحد تيبغي الكار كيقدو بلي ديفو ديالو. يعني تنقولوا حنا نبداو بالاخطاء ديالو، جا سير النادي القنيطره كاس لا واحد العامين دوزنا مع عامين زعما في احترافيه كبيره، ولكن اش نقول لك، تنقول لك الازمه الكبيره ديال المسير، والازمه هي اعطاء الفرصه للمسير الاكفاء اللي يقدروا يسيروا الفرق. هادشي اللي حنا دابا كلعابه علاش بغينا نغامروا فرقتنا نبداو بها من ازيرو، نتمناو نبداو بها ازيرو وحنا غنبقاو فيها ونعاودوا نتقاتلوا معاها ونصبروا مع المكتب اللي جاي، من يكون مكتب ثقه ويكون مكتب عنده اهداف ويكون مكتب عنده طموحات، ماشي نمشي نجلس في مدينتي ونصيفط 1500، راه 1500 راه ما كتقدكش حتى ما بين لومبيلونس والما ديال الدراري ولي فري ديال المارت، على لي فري ديال الاربيتراج كنوصلوا 3000 ل 4500 في الماتش. تنشوفوا مجموعه الفرق في القسم الوطني ممتاز، شباب الحسيمي مؤخرا الحاجب، مجموعة فرق كانوا أربعة فرق اللي تقريبا انسحبت من البطولة الوطنية القسم الوطني الممتاز لكرة السلة. كيفاش النادي القنيطري في هذه الظروف الصعبة تيحتاج الصف الأول في مجموعاته وتيلعب وغادي وتيلعب مقابلة السلة؟ هو خويا ميفار جواب سهل سهل بزاف. هاد الفرق اللي هاد الفرق اللي شتي نتايا دارت انسحاب، المسيرين ديالهم يعني كانوا كيخرجوا من جيبهم، هادو كانوا مسيرين اكفاء انا كنعرفهم بحكم اللعبه وداك الشيء، مسير في مستوى كانوا تيخسروا وكانوا كيتلقاوش الدعم كثير. ولكن المشكل الكبير فينا هو ملي كتكون انت عندك الفرقه 90% ولا 95% كامله برا مثلا مشينا، صعيب تجيري، لان خصك اقامات ليهم، خصك ماكلتهم، خصك فلوسهم في الشهر اللي كيتعطى براني. لافونتاج اللي عند النادي القنيطري هو باقي المواهب، نتمناو هاد الناس ما يكونش عندهم سبب كبير في اندثار هاد المواهب في هاد الظرفيه هادي، لان هاد التعنت وهاد حب المناصب اللي في هاد الناس راه تضيع هاد الجينيراسيون اللي خايف عليها انا ولا في البنات ولا في الدراري. يعني المشكل ان النادي القنيطري الا صدع القسم الممتاز تقدر ترد حكيم زويته، لكن المسيرين تقدر ترد سفيان، تقدر ترد جهاد، زكريا العالمي، امين جوبيد، سفيان بن زهير ياك، عندنا بزاف الياس، انا كثرت لك هنا وصلت لتسعود،
ديال اللعابه، وكاينين في الفرقه دابا 16 لاعب، 16 موهبه بحكم انا وراشد اللي دري القدام، شي الاخر كامل لاج ديالهم صغار. اللاعبين اللي قلتي اللي جاي كات شوف البطوله بدون اجنبي اللي غادي يجي خصو يكون احسن من هذه اللي عطى الاضافه. وكنت عندك مسير، وكان عندك نقولوا مسير بحال داك السيد الشخص اللي جبت ليك اللي قدر يجيب موارد ويدير ويدير. العام الجاي مع الدخلات العام نقول لك باننا غادي نضني لك باننا غادي نكونوا بعدا في النهائيات بجوج ديال الكاس ديال العرش، وهذا حول المشروط كاع هذا العام. رانا كما سبق لي وقلت لك ملي كنكونوا تندردشوا بعضياتنا، لان في الصيف كنجمعوا كاع اللعابه وكاع اللعابات بلا طنيطره، تيقول لك كاع الالقاب اللي كدي انت برا قنيطره ولكن ما كيساويو حتى حاجه اللي ديتهم، لان اخر لقب حرز علينا لا قنيطره هو في 1984 باقي ما تزاديتش. سي سمير، في ديال الفرع الاداري للنادي القنيطري لكرة السلة، شنو هو القرار اللي اتخذتو كلاعبين باقي 48 ساعة على مقابلة السد امام فريق تشوفو حتمي دلت، شنو هو القرار اللي اتخذتو كلاعبين؟ هو ما نقولوش قرار، ولكن نقول شي حاجه اللي تفرضت علينا خويا نزار بالنسبه للتعنت للمكتب والاستمراريه ديالهم في هذه الطريقه اللي كيعاملونا بها حنا كلاعبين. فالقرار كان هو يعني ملي دخلت عند اللعابه البارح باش نزورهم في التدريب، كاين شي جديد قال لك الجديد هو كعامل الفريق راه حنا تحد فينا راه ما يعاود يلعب. كانت اخر سيونس هي البارح، نورمالمون كاينه سيونس مبرمجه اليوم تكون هي اخر سيونس، حتى واحد ما غيجي على صار قريبه غتمشي راه في 10 الليل ما غتلقى حتى واحد. يعني كيقول لك كيف يعقل حنا غادي نلعبوا مع واحد المكتب هو مستحقات ديالنا لغاهم في جوج كلمات يعني في المنبر ديالكم. انا قلت لكم ان انا راه ما غنعطيش هاد العام الناس كتلعب معاك لي بلوسور الكيني ما مخلصش اللي يقدروا يمشيو عنده نعالجو، ما تقدرش نعرف واحد منا يمشي ولا تضرب لك شي حد. قال لك انا حتى واحد حكم كاين اللي خدام كاين اللي باقي تيقرا كاين اللي من راسي وجبد يعني يلاه بادي الخدمه وداكشي نغامر بحياتي. وحنا دابا حنا الكاك راه حنا غامرنا بها وداكشي، ولكن مع هذا المكتب المسير راه ما غنغامروش، لان ما كيفاش كيفكر فينا هو بهذا المنظور ديالو هو باننا حنا وكيحلو حالينا الهضره بان حنا بغينا نديرو الفورفي. وحنا وضحنا الراي العام، حنا مشينا وتقاتلنا وسعينا على فرقتنا بهذا اللغه، وجاو الناس عاونونا برانيين والجمهور ديالنا عاوننا بمبلغ محترم، وكنا غيوفروا لنا حتى لا ديبلاسمون. ولكن ملي تيقول لك انا باقي في المكتب وانت ما داير حتى شي حاجه تواصل مع شي لعاب كيتسنانا حنا نتواصلوا معاه. دابا هو بقى 48 ساعه كيتسنانا حنا نعيطوا له ونقولوا له غدينا اليوم ولا غدا ولا شنو غدير لينا. نورمال غادي خدمتك مي انت باقي، واش يقنع الدراري باش يمشي؟ اش يعطيهم ضمانات ولا نعرفك مكتب وتتقول بانك وحب الفريق وبيع شي طوموبيل اخرى واجي خلص الدراري ماشي تيقوا فيك. لا باقى شي طوموبيل بيعها فهمتي. اما حنا انا كنقول كعامل فريق قادر ندق بيبان وندي الدراري في احسن ظروف، ما دافع لي حتى شي حد، مي بهذا الوجه اللي عطانا الله وبهذا المصداقيه اللي عطينا الله نقدروا ندقوا بيبان دي زونسيا جوار اللعابه اللي كاينين دابا بلا ما اللي كيلعبوا دابا حاليا يصفروا الدراري في احسن ظروف ونمشيو تما ونربحوا ونجيبوا انتصار من تما. مي حنا دابا ما استعدينا مزيان، عندنا اصابات ما قدرناش نوفروا لهم، نوفروا لهم ابسط الامور. الدراري ما عندهمش فلوس باش يتحركوا، والعواشر ظرفيه اللي قاصحه. دابا انا قلتها لك وضرني خاطره شويه ملي كتشوف الحال ديال 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 المعيشه ديال 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 اللعابه، هو تيهضر على الحال على الكوتي سوسيال ديال الناس، وانت دابا مضيع معك جينيراسيون ديال الناس راه ما عندهم ما ياكل. بهذا المفعول بهذا المفهوم كاين اللي بحال ليترونجي اللي معنا دابا هنا المصير ديالو مجهول، مشى عندو حتى لكازا واتصل بيه وقال له انا غنجي عندكم باش نعمل. وكنت نتمنى ديروا معاه شي هو شي لقاء باش يهضر راسو وتسمعوا من عندو. هنا دابا الا سولتيه يقول لك شكون اللي عايش معاك، يقول لك الاصدقاء ديالي ديال الفرقه هما اللي كل مره كيفاش كيدير ليها اللي تيتسلف يعطيها اللي كيعيط عليه يفطر معاه اللي هذا داكشي. حنا كنتعاطفوا بعضياتنا، هو هضر على واحد الكلمه قال ديروا النيه دارها الكراكي عاد قالها، حنا هاد النيه درناها قبل الكراكي ودينا بها بطوله قسم وطني ممتاز وصبرنا معاك انت اكثر من 10 سنين وتنسالوك، واكثر من هاد النيه بغيتي نديرو معاك راه واخا نكونوا زعما قمه الغباء ما غاديش تبقى ديرها بينا بصفه النيه ولا بصفه الحب ديالنا لنادي القنيطري. هاد القرار اللي خداو الدراري صعيب علينا راه ما نقول لك راه ما تنتخيلوش. انا دابا ما تنتخيلوش نقول يقدر يجينا شي تليفون ولا يجينا شي هذا وغدا نهزو سيكانا نهار الحد ونمشيو نلعبو ونجيبو نقلبو على الانتصار، لان كنمشيو نلعبو باش نديرو فورفي ما غنمشيوش.
غنمشي باش نقلبوا على الانتصار وغنغامروا عاوتاني بصحتنا وبوليداتنا وبرجلينا وغنضربوا الطريق. ولكن انت في هذا الشهر العظيم، انا رساله اخويا نزار، عندكم وعندهم وليداتهم اغلبيه في هذا المكتب الموسيقي كلش عنده وليدات، وحتى واحد ما يبغي ولده يكون مقهور ولا يكون مبغي ولده باغي واحد الرياضه وما قدرش يمشي ليها، ولا انت غتحرم واحد الجينيراسيون من فلوسهم ولا واحد الناس من فلوسهم. حنا غادي نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، وانا كنهضر على راسي بصفتي انا مستعد نسبح فلوسي كامله للكاك، ولكن للكاك ماشي شخص معين، وخا انا كما قلت الظروف ديالي ماشي واعره، ولكن كنموت على شي حاجه في الكاك. هو قال بانه تيبغي الكاك تيحبها، واحد لو سويت تسكت المهم ها هي دابا الكاك غدير اعتذار وغادي تكون وصمه عار على الجبين ديال المكتب الموسيقي بسميه بسميه، كاع اللي كيأيدوا غادي تكون وصمه عار بان هذا السقوط هذا كان بسببهم، لان لو كانت عندهم حسن نيه غيحطوا صورته ويمشي بحال. سي سامي شفنا جماهير حنا لابويس في لقاء اخر امام النادي المكناسي، جماهير عظيمه، اجواء هستيريه كانت داخل القاعه المغطاة، حتى البكاء ديالك انا تنهضر معاك وبرشني ذاك تنسول وانا تبرشت، دونك ديك الاجواء الهستيريه اللي كانت في ذاك المقابله ديال النادي المكناسي، فواش غادي يجيو حتى اخر لحظه وتسمحوا في هذاك الجمهور؟ وبعد ما فقد انا في صعود نادي القنيطره لكره القدم زادهم صدمه اخرى هي ديال ان نادي القنيطره تنسحب من مقابله السد لصعود اقسام وطنيه. حنا بالنسبه للميساج ديالنا للجمهور، حنا كنا على اتصال مباشر مع الجمهور ديالنا، ومن هذا المنبر هذا كنا زعما قمه الاحترافيه وقمه ديال الحضاره مع ذوك الناس، يعني عاونونا وكانوا غيعاونونا في هذا الديبلاسمون هذو اللي كاينين، ولكن في البلاغ ديالهم كانوا كلير، كون كلشي يقرا البلاغ ديال الحلال قبل المقابله ديالنا انهم غيجيو التيران وغيقطعوا التيكي، ولكن المداخيل والناس اللي غتصار على التيكي ما يكون عندهم حتى علاقه مع المكتب المسير. يعني هذا الجمهور هذا ما عرفش هذا المكتب المسير اش كيدير دابا، ما عرفش الظلم اللي كي وهاد الحرمان الرزق لهاد الناس هادو ولهاد البنات. يعني جمهور عارف حنا ما كرهنالوش، وكنا كما علاش هذيك المره راه قلت لك راه 4 الصباح وانا راه باقي دموع تيهبطوا باش يحبسوا، ما بقاش فيا راسي ولا ما بقاش في المجهود اللي كنقدموا ولا مقابله، حنا كنخسروا تنربحوا والرياضه ما فيهاش المستحيل. هما الوجوه نتوما الوجوه اللي جاوا لي بارون ديال البنات ولي بارون ديال الدراري والزوجه ديالي ولادي والعائله ديالي والجمهور فيه ولد ابنه وفيه خويا وفيه هاد الناس اللي جاوا، كنا اضعف الايمان وخلاص يفطهم رابحين وخلاو بنقطه. والسبب الخساره الرئيسيه كترجع ما كتلومش اللعابه وما تلومش الدراري، لان ملي تجي تشوف لي كونديسيون باش تستعدينا حنايا راه مجهودات شخصيه ديال اللاعبين ديال المدرب، وحنا اللي طلبنا المساعده من الجمهور وحنا اللي طلبنا المساعده من الناس اللي جاو عاونونا. يعني المكتب المسير جات اخر لحظه وبغى يدير رجل على رجل، وراه صيفطنا الكاتب العام وصيفطنا التريزوري باش يحضر وتكون المسائل ولي طالون. سي سمير رساله الى السلطات المحليه والمجالس المنتخبه قبل 48 ساعه من مواجهه فريق تفاحه ميدلت لكره السله خلال من خلال ثاني مقابله السد لصعود قسم وطني ممتاز. والرساله اللي كنوجه للناس المسؤولين على المدينه، ملي تنقولوا الناس المسؤولين يعني فيها جميع القطاعات، الرساله هو يشوفوا من حل هذا النادي ويكون شي اتصال مع هذا المكتب المسير والرئاسه والرئيس والمكتب ويطالبوهم بانه يحطوا صورته ويمشيو، وحنا حنا كنوعدهم الا كان ولا حطوا صورته من الغدا وكان شي اتصال انا لحد راه غنكونوا حاضرين في مقابله الميدلت بجميع لي كونديسيون، يعني واخا يكونوا خايبين ولا زوينين غادي نمشيو باش نقلبوا على الربح، ولا مشينا وكان هذا وكونوا اكيدين غيكونوا استعدادات المقابله جايه في ظروف مزيانه، وكنوعدهم ديك الساعه غنديروا اكثر من المجهود باش نحققوا الصعود. ما كانش حنا تنطالبوا منكم اننا ماشي مطلب هو كما تنقولوا فوق طاقتك لا تلام، حنا غادي نحطوا الصوارت، يعني فحال نتوما فضلتوا هذا المكتب على اللعابه وخليتوهم قدر حتى واحد يتعاون معنا عليهم باش يحطهم في هذا، لان ما يمكنش 10 سنين ديال التسيير والمئات ديال الاطور ود اللعابه كيتشكاو وحنا ما عندناش الحق وهذا المكتب عنده الحق اللي هما 4 ولا 5 الناس. يعني كنتمنى الميساج ديالنا يوصل ويوصل، راه الا ما رحنا دايرين هذه الخطوه مجبرين باش علاش الى ما نرجعوا خطوه للوراء باش نكونوا نديروا خطوه كبيره للامام. هذا هو الهدف ديالنا، وخدينا على العاتق ديالنا لا كان شي اعتذار عام هذا الموسم، غيبقاو نفس اللاعبين ونفس اللاعبات باش نعاودوا نصعدوا بالنادي القنيطري، ولكن ماشي مع نفس المكتب المسير. هذا توضيح وفي نفس الطلب ورجاء. وكن في الختام كنشكر قناه الفجر
لان بصراحه ماشي كرموا الورد لان حنا جالسين عندهم يعني كانوا فاتحين لينا قلبهم وعطاونا بزاف ديال الوقت من الوقت ديالهم باش توصلوا ديال هاد النادي القنيطري لكره السله بجميع الفئات ديالو يوصل الفئات المسؤولين ويوصل لجميع الشرائح ديال المدينه القنيطره. وشكرا لكم.